مساء الخير لكل متابعي دبليو تي في الفضائية. أهلا بكم بحلقة جديدة من هاشتاك شباب، حلقة منوعة بها العديد من المواضيع اللي راح نتناولها هذا اليوم. إن شاء الله يا رب تعجبكم وتنال رضاكم، ونكون خفيف في الظل وتجرعونا بالساعة القادمة. قبل ما أبلش حلقتنا، أني عندي نداء أوجهه أنه أني ما أقدر أكمل الحلقة إذا ما يجي مصطفى منا ويوقف حتى يطلع عينه هيجي من غير الميز. نتبارك بيها. ضايق لبوق تقول. يلا مصطفى. تعال مصطفى تعال. تعال تيك تو. تعال تيك تو تعال. سوالفك هاي بطل. ما لزمناك. شو تسوي جوني؟ يلا. أكيد الحلقة راح نقدمها لكم أنا والزميلات سوزان وإلا. مرحبا. مرحبا بيك سيف، واكيد مساء الخير على كل من يتابعنا من قناه دبليو تي في. ان شاء الله راح نكون وياكم على مدار ساعه من الوقت وبكل الالوان مثل ما عودناكم. حكون ويانا فقره محليات وموضوع الحلقه واكيد البوكس اوفيس او الاخبار الفنيه. مساء الخير إلا. مساء الخير سوزان، واكيد مسي على كل مشاهدينا، ويا ربي مساء خير وعافيه ومحبه، ونبدي حلقتنا ان شاء الله يا رب خير وعافيه. اليوم خميس، لهذا نقول لكم كل خميس انتم بخير، ينعاد عليكم الخميس بالصحة والعافية والموفقية والنجاح وتحقيق الأمنيات. إن شاء الله يا رب تقضون وقت ممتع. ويا ليش تضحكين؟ تضحكين على شنو؟ على مصطفى؟ ها؟ تضحكين على مصطفى؟ قولي إيه؟ لا لا لا. قولي إيه؟ والله لا. قولي إيه؟ ليش أضحك على الولد يعني؟ سوى عينه هاي حركة العين الظاهرة. هاي تعرف هاي ما أعرف. حركة علي بابا. لا هاي حركة تي. حركة علي بابا. تي. بس خليني أشوف. اذا تقدر مصطفى فوت على البتاع بشرفك، اريدك تفوت زوم من رخص زيوني تشوفكم الصوره من مصطفى بس. والله نظره ثاقبه. ما هذه النظره الساحره يا مصطفى؟ شنو النظره الساحره مصطفى؟ يلا المهم نبلش حلقتنا اليوم. طيب خير محليات اول خبر. اول خبر ويانا، متظاهرو ذيقار ينفذون حمله تنظيف وطلال للارصفه وجدران المدارس. قام عدد من المتظاهرين في قضاء البطحاء بمحافظه ذيقار بتنفيذ حمله تنظيف لشوارع القضاء وصبغ الارصفه وجدران المدارس. طبعا احنا مثل ما عودناكم دائما انه هاي الحملات مستمره ودا نشوفها بكافه المحافظات، اذا كان بغداد، ذيقار، باي محافظه اخرى. احنا نشجع هذا الشباب الواعي اللي صارت عن طريق جهود شخصيه بالمحافظه على بيته، بالمحافظه على الشوارع. هذا الموضوع صار مستمر، كنا سابقا ممكن نشوف هاي الشوارع ما بيها فد رؤية جميلة ممكن الناس تشوفها، حتى إذا كانت على المدارس أو على النفقات اللي إحنا موجودة بهاي الشوارع. هسه نشوف غير إطلالة، حتى ما مثل ما ذكرنا بالحلقة السابقة صارت أكو حجوز على المكان، يعني ما تقدر تأخذ فد مكان إليك حتى ترسم فد شيء ما معين، أو تصمم فد لوحة ما معينة على جدران نفق ما معين أو على شارع بسبب الحجوزات. الحلو سوزان انه نرجع نكرر نفس الفكره، انه العدوى انتشرت بالمحافظات وليس فقط في بغداد. شو تقول؟ اوكي مو يمنا. لا راح تسترسلون بعد. تفضل. اليوم يمكن اذا نتكلم عن هذا الخبر فراح نتكلم عن جانب واحد. احنا خلال الحلقات اللي راحت سلطنا الضوء على اكثر من حمله قاموا بها الابطال اللي موجودين في ساحات التظاهر من اجل تنظيم وتنظيف وجمالية مكانهم اللي هم متظاهرين به. لكن اليوم راح أتكلم عن قضية العدوى الإيجابية اللي انتشرت بشكل كبير جدا بين الشباب وانتقلت من محافظة إلى الأخرى. هذا دليل على وعي الشباب ومدى عمق تفكيرهم وشعورهم بالمسؤولية تجاه المنطقة والمحافظة والبلد بشكل عام. تالي حسوا أنه مثلا أنه هذا المكان ممكن تكون الجهات المعنية والمسؤولة على إدامته وتنظيفه وجماليته أخفقت بشكل كبير جدا من أنه هي ترجع
أو تعيد إلى الحياة مرة أخرى، لأنه هو هذا الواجهة الحضارية للمحافظة أو المنطقة. بالتالي حسوا بالمسؤولية أنه هم المفروض يأخذون على عاتقهم مسؤولية تجميل وإعادة هذا المكان إلى سابق عهده وأجمل، لأنه هم الأساس في كل شيء. لهذا يمكن من أهم الأشياء اللي ممكن إحنا نطلبها على مدى الأيام القادمة والسنوات القادمة، أنه أي شخص يجي ويتسلم منصب رئاسة الوزراء عليه أن يولي اهتمام كبير جدا بشريحة الشباب، لأنه أول نقطة إذا أريد أركز عليها الشباب أيا كان يتم اختيار لهذا المنصب، يركز على نقطة الشباب هم من جاءوا بك إلى هذا المنصب. لهذا عليك أنه أنت تهتم وتركز وتدقق وتدعم بكل الأشياء اللي تخص هؤلاء الشباب. مثلا ممكن نخطط بطريقة ما شلون ممكن نحن نساعدهم وننمي هذه المواهب اللي عندهم ونوفر لهم جانب آخر معنوي مادي، ما أعرف يعني المفروض أكون ناس مختصين يخططون لمثل هذه الأشياء حتى ندعم هؤلاء الشباب. بالجانب الآخر ممكن أنا إذا عدنا شح بالوظائف أنه أبدي أخطط بشكل صحيح شلون أنا ممكن أستقطب المميزين منهم و أخليهم داخل مؤسسات الدولة للاستفادة من عندهم. بالمقابل إذا ما كان عندي آني هذا العدد الكبير جدا من الناس المستحقين أن هم يكونون موجودين في مؤسسات الدولة، علي أنه أنا أدعمهم حتى يفتحون مشاريعهم الخاصة. يمكن هذا حكينا بالموضوع أكثر من مرة. لهذا النقطة الأساس، أي شخص يجي بهذا المنصب عليه أن يتذكر دائما أن الشباب هم اللي جاءوا بك أو وضعوك على رأس الهرم وفي هذا المنصب. صحيح سيف، يعني بالنهاية هم الشباب أكيد هم الوسيلة للبناء، وبهذا الإطار ومساعدة الشباب عندنا خبر إيجابي. وزارة العمل تعلن مباشرة بإنشاء أكشاك عصرية لتشغيل 150 ألف عاطل. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء مباشرتها بإنشاء أكشاك عصرية لتشغيل 150 ألف عاطل عن العمل مسجل لديها. وقال مدير المركز الإعلامي للوزارة نجم العقابي في تصريح صحفي أن الوزارة ستعمل على تأهيل 150 ألف عاطل مسجل لديها من خلال دورات تأهيلية تلائم سوق العمل، من أجل منحهم أكشاكا عصرية تتوزع بين أماكن اقتصادية مهمة في العاصمة وبقية المحافظات. وأضاف أن الدورات التأهيلية للعاطلين ستنطلق بعد الانتهاء من توزيع منحة الطوارئ، مبينا أن الوزارة باشرت بإنشاء الأكشاك العصرية التي ستتوزع بين الأسواق الاقتصادية مهمة بالتنسيق مع أمانة بغداد التي ستتولى مهمة التوزيع في ثلاث أماكن اقتصادية على جانبي الكرخ والرصافة. وأوضح أن الكشك سيشغل ثلاث أشخاص، لذلك فإن هذا المشروع سيسهم في تشغيل 450 ألف عاطل عن العمل. فعلا خبر كلش حلو. اوكي سوات يعني شو السوات؟ خبر ايجابي، بس انا اشوف انه هي فكره بسيطه. هي فكره بسيطه قبل وقت طويل مو سهل بالضبط تم تطبيقها؟ يعني هم اوكي في صدد انه راح ينشئون، لكن هل هي موجوده على ارض الواقع؟ ممكن تكون موجوده؟ لا. طيب النقطه الاهم من كل هذا، برايكم سعر الكشك هذا ايش قد راح يوصل؟ لا تقولوا لي هو راح يوزعه على المستهلك. قصدك العقد راح ينشغل مكان؟ لا مو بالعقد. اقتصادي باسواق على الشوارع، فكره راح ياخذ مبلغ. لا 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 مو هذه الفكره، الفكره احنا هسه نركز على نقطه الفساد. يعني مثلا سيف مستحق انه هو ياخذ مثل هذا الكشك، لكن يجي مصطفى عنده فلوس. راح يدفع اكثر سيف. يدفع يقول لهم يابا انا عندي 50 اللي في الطونيه لان انا اقدر استفاد من عنده. وبالتالي راح تصير كميه الاستفاده كبيره جدا على حساب الناس المستحقه. صحيح. لا حد يقول لي لا وممكن انه احنا صحيح. خلينا نتفائل من الفائل، لانه احنا بعض الاشخاص يعني غير مستحق لهذا الموضوع، ممكن هو عنده امكانيه زينه، ممكن هو عنده محل اخر بغض النظر يروح يتداين، لكن هو راح ياخذ حق غير حقه. يروح يتداين، يروح ما اعرف يسوي سلفه بغض النظر عن طريقه استحصال الاموال. لكن احنا نركز على نقطه مهمه، نقطه الفساد. ولا حد يقول لي انه لا مو موجود وممكن انه قرعه الكترونيه موجود. ابدا موجود. حتى الاستماره الالكترونيه اللي تقدمها اكو ناس مسؤولين على سحب الاستماره، وبالتالي من يجي سيف عنده واسطه تمام يطي رقم استمارته، هاي الاستماره راح تنسحب وتتقدم الى الامام، وبالتالي يتم اختيارها. هيك ماشي البلد، هذا البلد هيك ماشي. بالتالي اذا اردنا ان نعمل بشكل صحيح جدا علينا نتجاوز كل هذه الاشياء اللي ذكرناها.
علينا أن ندعم الناس المستحقة بشكل صحيح، علينا أن ندعم العاطلين عن العمل، الشباب اللي ما عنده شغل علينا أنه نقدم له كل وسائل المساعدة حتى يقدر يأهل نفسه ويستقر. يعني حريمة أنه هيك نقول أنه شاب متخرج ومثقف وواعي وما بجيبه حتى 5000 دينار ممكن يعني يشتري يعني هذا الموضوع لازم انه يتخذ من قبل اشخاص انه لما تجي تقدم على هذه الوظيفه اللي بعد فتره ان شاء الله تصير يعني انه تكون اجراءات انت فعلا عاطل عن العمل. احنا اليوم بدنا نسوي هاي الامور، عندنا عاطلين كثير بهذا البلد، فبالتالي لما يجي شخص هو عنده امكانيه ما معينه او عنده فد وارد ما معين ما يحق له انه يجي ياخذ من هذا الكشك ويسوي فد ايداع ثاني للمصروف، انت خلاص مكتفي اكو غيرك بحاجه الى هذا العمل، او خلاص انا عندي واسطه اليوم فلان انا اريد هذا الكشك الي واخر اسم ثاني. هاي الامور خلي نتجنبها. كثير من الاشخاص عندهم حياه يعني شلون اقول لكم تعيسه في سبيل انه هو يحصل وارد بسيط من اجل القوت من اجل العائله والاهل، فبالتالي لا واحد يدنى نفسه على فتشي هو ما راح استفاد من عنده او التالي بس مجرد زياده بال شنو راح يستفاد من عنده؟ شيء ثانوي استفاده كبيره جدا، استفاده انه استفاده اساسيه، قصدها انه ما يكون بالنسبه لمصدر دخل رئيسي واساسي، يكون مصدر دخل ثانوي على حساب شخص ثاني. اشخاص عندهم عوائل ما عندهم امكانيه حتى ياكلون لقمه واحده. اختلف وياكم، الطموح مشروع، بالتالي انا عندي محل عمل واحد اطمح انه انا اوسع واخذ محل ثاني وثالث، بس مو على حساب شخص هذا الشخصي اصلا، هذا احنا نعتبره الشخصي. اوكي راحت الفكره. اوكي نروح الخبر اللي بعده. جدي هذا راحت الفكره شحتتها. يمكن الخبر اللي بعده يوجا. خلينا نروح للخبر اللي بعده. تحديد موعد المباشره بمشروع القطار المعلق في بغداد. كشفت الشركة العامة للسكك الحديد عن حالة مشروع القطار المعلق إلى شركة أولستون الفرنسية، فيما أشارت إلى قرب العمل به. وقال مدير عام السكك طالب جواد في تصريح صحفي أن مشروع قطار بغداد المعلق هو من ضمن القرض الفرنسي وتنفذه شركة أولستون الفرنسية، مؤكدا أن جميع الدوائر المختصة ستسهم بالعمل في مشروع قطار بغداد المعلق قريبا. وأضاف أن المعامل السككية في منطقة الشلتية بدأ تفعيلها منذ 4 أشهر، موضحا أن التخصيصات المالية لهذا المشروع وقفت عائقا لإكماله في العام الجاري، وأشار إلى وجود تفاوض مع معمل الحديد والصلب لكن المعمل لم ينجز لغاية الآن بشكل كامل. اتخيل رجعنا نفس المشكله اللي هي المخصصات، نفس المشكله احنا نقولها اول المال، وثانيا هي اكو فكره سابقه ومنجزه للنصف ومتروكه، وذلك بسبب انه التخصيصات الماليه لهذا المشروع وقف عائقا. يعني ظهر احنا الدوله ما عندنا ميزانيه، يعني ظهر لا، هي هاي صارت الحجة اللي مأخوذة بأغلب المشاريع اللي على أساس تنفذ بالفترة الأخيرة. هذه مو حجة، إذا كل هاي ماخذين بالضبط، إذا هاي المشاريع كلها ما تنفذت ما ينجزون بالضبط المشروع، إذا المشاريع كلها ما تنفذت بسبب إنه تخصيصات ما كل عاد الفلوس وين راحت؟ إذا كلها ما ماخذة تخصيصاتها. من أين لك هذا؟ من أين؟ هاي اشتريتها. ما تسأل على هذا؟ لا لا أسأل على الفلوس، من أين لك هذا؟ ما عاد المهم أنا أخذتها من مشروع اكو نقطة مهمة جدا تتعلق بمشروع قطار بغداد المعلق. صراحة تعرفون احنا مش قد نسمع بهذا الموضوع ذا ازل الازلين، يمكن قبل سنة ونص اكثر يومية قالوا قعنا عقد شركة كورية الشهر الجاي ان شاء الله راح يبلش، وراها قال لا كورية كان انجزناه، وراها وقعنا عقد مع شركة وقعنا عقد مع شركة فرنسية وان شاء الله راح يبدا العمل به، وراها تغير المحافظ ما ادري من اجى، رجعوا مرة ثانية قالوا قطار بغداد المعلق راح يرى النور قريبا، ما ارى النور قريبا، وراها لحد الان احنا بس نسمع. هذا اللي احكيكم عنه، انه احنا مؤسساتنا عباره عن تصريحات اعلاميه فقط، ماكو اي فعل على ارض الواقع. شهرتي ايش يمه؟ يا شهره شهيره هاي، غير احنا قاعدين نحكي عليهم 24 ساعه، شهرتي ايش هاي؟ شهيره هاي قاعدين ونشغل شغل ماكو، والله شغل ماكو وقاعدين راح نسوي اوكي، لكن الان راحت هاي الفتره ولد، شفتوا الناس قامت تنتفض وقامت تفكر وتراقب وتنتقد وتحاول تقوم عمل المؤسسات مهما كان اختصاصها. فبالتالي عليكم انه يعني تقضون على هاي العمليه، عمليه التصريحات الاعلاميه. خلي عملك هو اللي يبين بغض النظر عن الكلام. ابدا لا تصرح، ابدي بالمشروع. ساعتها من الناس تبدا تتساءل هنا احكي.
لا تبدي تحكي على اساس انت تحاول انه تبني جدار صد وتقول لا قريبا راح يبدي حتى الناس ما تهجم عليك. غلط هذا الموضوع غلط. شلون اكو فكره ما معينه مثلا تقول ظن شغلات هوايه بالحياه، انا حسوي هيك وهيك وهيك وبعدين يقول لك ها شو ما سويت؟ ها ها هاي نفس احنا نفس دوائرنا تحكي وكل شيء ماكو. خلينا نروح للخبر. بس احلام، بس احلام هاي من قبل، احنا من اول ما بدينا بدايه برنامجنا باول حلقه احلام بديناها بالاحلام. انا اشوف انا ان شاء الله يعني اذا وصلنا لاخر حلقه ايش راح نقول؟ تجدد شيء لا تدور احلام. بس شوف تدور احلام شنو؟ هاي وزاره ال مصطفى كبرت سمشتي مصطفى لا مربي بيها سن كان هاي كبرت عادي عادي العراقيين كل شيء متعودين. كشفتك قمت تريد تسممني مع الاسف عليك. يلا ننتقل للخبر الاخير ويانا بالمحليات. العراق يعلن النهوض بالمحاصيل البستنية ومنع 23 محصول نباتي وحيواني. أعلنت وزارة الزراعة النهوض بالمحاصيل البستنية ومنع 23 محصول نباتي وحيواني. جاء ذلك خلال ترأس مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني لأكثر أنواع وأصناف الفاكهة والزيتون المختلفة للنهوض بعمليات إنتاج الفاكهة وتعضيد دور المحاصيل البستنية. وذكر بيان الوزارة أنه تمت مناقشة وتقييم كافة خطوات العمل بضمنها تفعيل عمل البرنامج وتقديم الدعم اللازم من تشريعات إدارية ومالية وحسب الضوابط المعمول بها فضلا عن تطوير كادر العمل وإشراكهم في دورات متقدمة في الداخل أو الخارج والعمل على تأهيل المحطات والمواقع المختلفة. وأشار إلى تطرق إلى ضرورة الاهتمام بإنتاج الزيتون والأصناف الجيدة منه وأكثره. نحب الزيتون إحنا مثلك كثر من الزيتون كثر من الزيطون والله كريم. إحنا يطلع. وزارة الزراعة راح تحقق أشياء مالية كثيرة من أحصاد الزيتون، مو بس أحصاد الزيتون، إحنا تأمنها بالنبات والحيوان إن شاء الله. بس يعني أشوف هي نقطة إيجابية أكيد. بس يعني صح هاي الأمور كلها متأخرة وكانوا يقدرون يسووها بكل بساطة، لكن نأمل خيرا كالعادة. يعني هاي المحاصيل ترى إحنا عندنا كثيرة هواي أشياء موجودة كانت ما نعرفها او متوقفه اصلا من قبل وزاره الزراعه ومعتمدين فقط على استيراد من الدول الخارجيه. بالتالي احنا نرجع لنفس الموضوع، موضوع البطاله وموضوع انه احنا نحقق الموضوع الاقتصادي لوزاره الزراعه انه هي ترتفع نسبتها، فهذا راح يفيد كشعب من ضمن الاقتصاد. فبالتالي احنا نوقف هذا الاستيراد الخارجي، لان احنا اصلا الشعب العراقي او الوطن الدولة العراقية اصلا ما محتاجة لهذا الاستيراد، كل شيء عندنا موجود. فبالتالي احنا خلينا نعيد على هالمحاصيل الزراعية والحيوانية ونستفاد من عندها والايدي العاملة هم تقوم تشتغل، فبالتالي راح نحقق احنا نسب مبيعات مالية. شوفي هو بكل بلد لازم مثلا اكو فد نقص بمادة زراعية معينة. أكيد. هذا شيء طبيعي، لكن ايضا كل بلد يتميز في زراعة معينة تفيض عن حاجته الى درجة انه هو يصدرها وبدالها ياخذ اللي مثلا عنده بنقص او اللي اصلا ما موجود عنده. فاحنا اليوم اذا نركز على الصناعات اللي او عفوا الزراعات اللي احنا عندنا متميزين بها وعندنا فائض بها، المفروض يصير عندنا فائض بها مثل التمور وايضا القمح همينة. يعني ممكن اوكي مو شرط نصدره، بس التمور اليوم احنا نقدر اعتقد نصدره بالضبط. هي معرفه التمور العراقيه، يعني انا اتمنى في يوم من الايام تجي بحلقتنا واقرا بيان. وايضا كنا متميزين بالزراعه ايضا. وزاره الزراعه اعلنت بتصدير 23 منتج زراعي وحيواني. يا الله على الخبر هذا، بس يبقى حلم ان شاء الله. لماذا انت حزين؟ اي مود المحاصيل الزراعيه والحيوان. لا ناخذ فاصل حتى نروح الموضوع. اوكي اوكي. رجعنا بعد الفاصل القصير، نروح لفقرة أخرى. صبري
فقرة أخرى في فقرات حلقتنا له موضوع الحلقة ويا سوزان تفضلي. أكيد كلنا نعرف إنه إحنا عندنا عاطلين عن العمل، حنرجع لنفس هاي النقطة، بس ممكن إنه إحنا هاي الجهود الشخصية نقدر إحنا نسويها بالعمل. كيف؟ إحنا من يوم ما نعتمد على الدولة وإحنا نريد تعيين وتعيين، إذا خلاص اعتمدنا على الدولة راح نقعد ونسكت وصير البطالة ترتفع ترتفع وإحنا ما محصلين شيء، تتوقف حياتنا، لا عمل لا وارد مالي، يعني انتهاء بالحياة بأكملها. فاليوم الشباب صار أكثر وعي، ما نقول على قبل، راح نحكي على هسه. الشباب أكثر وعي، عنده أفكار ما معينة، تقول إنه أني أحتاج إلى فلوس. إحنا ما نقول الشخص اللي كلش ما عنده مادياً، أكو أفكار ممكن $500 $600 $700، هواية أشخاص عن طريق السوشيال ميديا بالمرتبة الأولى بدأوا أعمالهم بالمشاريع الصغيرة. يعني يوم موضوع حلقتنا المشاريع الصغيرة، كيف اليوم إحنا نوطن هذا الموضوع ونستفاد من عنده. أنا من الأشخاص اليوم طرحت في هذا الموضوع، لو عندك بقيمة $500، ما أقول $100، $500 ممكن هذا نحصلها، حتى لو نروح من نجيب من غير شخص، $500 هاي ممكن أني أوظفها عن طريق السوشيال ميديا وأفتح بي بيج وأسوي بيع وشراء، هاي أبسط شيء. صحيح. إذا أنت ما عندك هسه، شلون هسه أكو أشخاص يفتحون الكشك ومحلات، يعني شلون مال حلويات أشياء، أكو ناس كشك يفتحوه من داخل منزلهم بالضبط، ويعني يقوم بعمل بعرب بعرب خاصة معينة ممكن ياخذها ويوديها لبيتهم. بس احنا اليوم عندنا السوشيال ميديا متاح، اليوم تليفونك جوا ايدك، عندك إمكانية بسيطة، ما محتاجة أني من عندك $2000 $3000، أو حتى مرات أكو فد عمل مثلا يتطلب مهارة معينة، إحنا ما عندنا هذه المهارة، اليوم من تليفونك من خلال الإنترنت تقدرين تتعلميها وتخوضين بالمجال المعين. يعني اليوم مثلا ممكن تجيني فكرة بسيطة لمشروع، لكن يحتاج فد مهارة معينة، أقدر أني هذه المهارة أطورها أو أصلاً أتعلمها من جديد من خلال الإنترنت وأبدي مشروعي أو فكرتي. إحنا قاعد نحكي هسه هذا الموضوع، تدرين أكو اللي يتابعنا أكو أشخاص البعض من عندهم يقول لك هاي ده يحكون 6 بالشهر يحكون، ليش؟ اليوم عندنا عند الشعب العراقي البعض من عندهم العجز، أغلب الشباب هسه عندهم العجز، أغلب هسه الشباب الكبيرة بالعمر يقول لك أنا أروح للوظيفة أرجع لبيت ساعة بثلاثة بعد ما أقدر، خلاص أنا يومي توقف. لا عزيزي، يومك ما توقف، اليوم أنت شاب مقتبل العمر، إذا عندك حتى لو وارد مالي ما معين تجي بثلاثة، عندك من 3 to 9 بالليل، مو غلط من عندك إذا أنت عندك سيارة تروح تشتغل. ماكو شيء اسمه بدنا نشوف هذا الشيء، ماكو شيء اسمه عيب بالعمل، ماكو شيء. انا عندي وقت موظفين، انت ملاحظه هذا الشيء؟ وليش لا انا اقعد اروح للبيت يا دوب انام، يا دوب اقعد اروح للقهوه. هذه تتعلق بالطموح، بجزئيه الطموح، انه اليوم انت تكتفي بعمل واحد بينما وقتك وجهدك النفسي او الجسدي يسمح لك انه انت تقوم بعمل ثاني حتى تزيد دخلك. يعني مرات مو شرط يكون عنده عائله، مرات يكون مجرد شاب لكن شاب طموح فيشتغل عمل ثاني من يشوف نفسه يقدر، واكو ما عنده طموح وعنده عائله ويحتاج فعلا مردود ثاني، لكن مثل ما قلتي موضوع جزئيه العجز انه انا تشتغل. بالضبط، يعني احنا يوم نشوف شباب صغيره بالعمر يقول لك اني ارجع من الدوام اروح اطلع مره ثانيه، ليش؟ خب انام بعدين اروح للقهوه يا دوب الحق اني. لا، هذا عجز، هذا ما راح يتوافق بحياته. انا اقول لك اياها، راح يجي يوم من الايام توقع بيك الحياه. بهاي النقطه انت راح تعرف نفسك انت ما كانت ساند نفسك قبل، ما كنت متعلم على شيء اسمه مسؤوليه، ما كنت متعلم على شيء اسمه تعب بالحياه. بالتالي الحياه هي ستيبات، ستيب ستيب. اذا انت ما تعبت في بدايه حياتك وتعرفت على انواع المسؤوليه والشقه اللي بحياتك، بالاخير اي مصيبه توقع لك راح تقدر تتجاوزها بحياتنا. اذا انت ما متعلمها راح تروح على البابا، راح تروح على الماما ساعديني عندي مشكله، هذا ما اعتبره الشاب اليوم جيل صحيح بالمستقبل. ما راح يقدر يوفر، نشوف استقلاليه اكثر بالجيل حاليا، نشوف بهم الاستقلاليه، نشوف بهم الابتكار، نشوف بهم الطموح، ايضا الذكاء والكثير من الامور المتاحه على الانترنت تخليهم يوعون اكثر على تدرين كثير من الفرص. اكيد انت تشوفين حتى كوبيجات الاكسسوارز، اكسسوارز الصنع داخل البيت، وهذا الشيء مرض لاي
تعب ووقت او راح المكان مجرد هي النواعم هاي ممكن نشتريها فلس ونص نقدر نقول. فلاحظتي تطور البيجات حتى ممكن اذا تشوفين الطاق اللي انت لابسته هذا ينصنع يدوي وانت قاعده بالبيت بس يحتاجك الصمغ ولا بس الفكره الرؤيه مالتك شلون توظفيها الفكره والرغبه تسوين البيج دعم من الصديقات دعم من فتشي محب ان هالمواضيع راح يشتري وانت قاعده هو اليوم بدنا نشوف اكو بنات مثلا اللي اهلهم مثلا يرفضون فكره ان هم يطلعون يتوظفون او يشتغلون برا او ازواجهم او بيئتهم او ازواجهم عافيه اليوم بيسوون هواي من المشاريع على الانترنت اونلاين اللي من عندها مثلا الطبخ مثل ما ذكرت الاكسسوار حتى بيع وشراء الملابس لانه هي تقوم بهذا العمل داخل البيت. صح سيف شنو الجديات احنا اليوم بدنا نحكي عن المشاريع الصغيره كلش حلوة اليوم لما نشوف شاب عنده فكرة ما معينة ما يحتاج لها حتى لو يقول لك ها ناعمة شنو أبدي هذا الموضوع بسيط شنو أني خلي أقول لك شيء إذا ماكو فلوس ماكو مشاريع لا عادي لا شنو بالله العادي مو لأنه هو المشروع هو اللي يجيب الفلوس أوكي وشلون أبلش المشروع وأنا ما عندي فلوس يعني حسب المشروع أني أنت أكو ناس أنت ولا تقدر تساعدك ويت اكو اشخاص عندهم يعني احنا ما ماكو واحد مثل ما نقول احنا بوحده يعني اكيد كل واحد عنده اهل وعنده اصدقاء عنده معارف عنده بالبدايه خلي اوكي بالبدايه اوكي خلي يسندك بس انت ثاني عندك الفكره وظفها مو شرط عن ليش منتظر وقاعد على مود التعيين فرق لا لا مو هو الواقع يقول هسه انت عايش وحدك سيف اني اي عايش وحدي؟ يعني قصدي اهلك ما يدعموك اصدقائك اذا انت معتمد على نفسه هاي اهلك هاي اصدقائك لا حلو معتمد على نفسه لا انا طيب. ما اقدر انا ما اقدر لان الشخص مستقل انني رجل اشعر بالاستقلاليه ثم بالنقمه اوكي اوكي انا وياك بس انت مثلا اكو ناس ما قدرت تخلص دراستها فما ما عندها فرصه عمل بالعامية انت انسان سلبي اليوم خليك بعيدة عن الاعلام بس نحاول نشجع الشباب اليوم ما اقدر اشرب من ابي اشياء المهم هاي الفكره وين الفكره اقل مشروع هسه انتم بنات تمام اقل مشروع برايكم ايش قد يكلف اذا انا اريد افتح ايش قد اسوي فتشي حسب انا شلون اريده اريده ابني ببساطه 500 دولار هذا المشروع شنو ب 500 دولار اربع هسه ال 500 اوكي قنعيني هسه اشياء دايت اقولها ممكن هسه خلي تنباق الفكره هسه لا ما تنباق هسه يمكن ما حد يصدقني اي شخص اكو فستان هسه احنا فساتين كعامه بدي احكي ابسط مثال يجيبوها للعراق يبيعوها ب 1000 دولار و 1500 دولار بعينها ممكن انت تشتريها ب 300 و 400 دولار او اقل ايش قد ربحتي عليها؟ اكو اقل ايش قد ربحتي على هذا الفستان؟ ما انباع انباع تدري ليش؟ ينباع تدري شلون؟ خليني اقول لك لما انت عندك الناس شو يرغبون بهذا الفستان أكو انت شلون تعرضه؟ مو هيك بهالسهوله مو بهالسهوله والله بسهوله لا لا تسمعيني صراحه بهذا الوقت صارت سهوله لا الاشخاص راغبين لشيء حلو ما هيك هيك بالدليل انه اليوم مجال نحكي وين؟ البيجات اكثر من الصفحات الشخصيه وخاصه بهاي الامور وهاي متواجده بكل مكان نشوفها وارتفاع الاسعار بهذا الموضوع يعني انا شايفتها الناس اليوم مجرد تاخذ من البيجات لانه تطلع ارخص لان اليوم ما عندهم ايجار محل وهذه كل هذه التفاصيل وما هم فد محل ماستر ما معين عن طريق بيج او مو شرط بيج مره واحده من الناس نزلت صوره فقالت بهذا السعر حبا للديزاين لهذا الفستان رغم السعر البسيط اللي هي جايبته من احد ما يوصل اللي هي اوفتشي باعته بسعر ضخم ما معين ليش؟ بس انه عرفت انه هذا الستايل ممكن اني اربح عليه، خلي اجيبه بسعر 400 دولار 500 دولار بس راح اربح عليه ايش قد؟ ايضا لو 500 دولار لو 1000 دولار، انا ايش راح اسوي؟ بعدين راح اجيب فستانين بدال الفستان. راح اجيب شخص وياي راح شوي يتطور العمل هاي اشياء ممكن تفاصيل اذا تشتغلون عليها واحد يشوفها جدا ممكن عفوا تافهه لكن لما انت تشتغل عليها وتجربها راح تحس القيمه مالتك الماليه المردود ازداد انت تعرفون اكو شباب قاعدين من الشغل ما عندهم 100 دولار انت تحشين على 500 دولار انا دا احكي هذا انت تعرفين هذا انا اقول عن المشاريع اللي ممكن صغيرة. تكون كل ملكيته 500 دولار اوكي وممكن ما ينباع الفستان أنا ما دا أحكي بس فقط يلبسه شي يسوي هي ضربت مثال هي ضربت مثال أنا ضارب مثال على الفستان احنا لازم ننظر نظرة واقعية الناس اللي طلعت هسه مثلا تدور على شغل ترى ما عادت تاكل منين تجيب لها 500 دولار تفتح زين بس خل أسألك سؤال احنا خل أسألك سؤال اليوم اكو شباب يقدر يختار بين انه هو يقعد بالبيت لا شغله ولا عمله ويظل يدور على شغل واكو واحد يشيل ترمز
بده يبيع شاي. او حتى هاي أوكي. المقوله اطلقت عرفين على هذول اللي يقعدون بالشوارع، هو بمقدوره بدل ما يقعد بالشوارع يقدر يشتغل باي محل كعامل كمنظف واي شيء لطيفه وما بيها مردود او شيء اي شيء يعني معين. يعني هذا فكرة بسيطة، أي واحد يخلي يفكر بهذا المنطوق أو يفكر بفكرة أنه يقدر يبديها خطوة بخطوة، مو قبل أني لازم أسوي كل شيء. إيه لازم ينتظر أوري ثلاث شغلات، هم $500 بالشهر أستلم، $1000 بالشهر أستلم. إذا أنت بعدك مبادئ لازم خطوة خطوة. بالضبط. مو أني أنتظر والله. أكو أمور تحتاج صبر، أكو أمور يجوز تخسر بالبداية بس أنت جالس تتعلم تربح أكثر بعدين. ليش سلبي؟ مو سلبي، مو سلبي، واقعي. اكو فرق، اكو فرق والله. احنا هم واقعيين بين السلبيه والواقعيه. انت مثل ما تنطين مثال عفوا هم اكو هي على شخص اكو 5000 دينار ما عندهم جيب مشت وياه جاب فستان وباعه وربح عليه ضعف. واكو ناس جايبه اشكال ما ادري يمشي هذا الموضوع. اتفق وياكم قضيه تخطيط وتسويق وكل هذا اتفق وياكم تماما، لكن هذا مو موضوعنا. احنا بدنا نحكي عن طبقه ما عندها فلوس وقاعده وساكته، هنا علينا انه احنا نقدم لهم بعض المساعده حتى يبدون مشاريعهم، يا اما ابدي انطي قرض حي، يا اما ابدي مثلا انطي مكان بمول بمجمع يكون ايجار بسيط او من دون ايجار. احنا كنا بدنا نحكي عن المشاريع الداعمه من قبل الحكومه. اكيد ممكن انه انا عفوا كنا بدنا نحكي بجزئيه انه الشخص وحده ايش يقدر ممكن طبعا. يسوي ممكن انه لازم اكو احد يساعده، خصوصا اذا كان ببدايه الطريقه طبعا. الطريق مو سهل، الطريق صعب جدا. احنا نحكي من الباكر ونخطط، لكن من تجي على ارض الواقع لا. يعني حتى انتم الان من نطيتوا مثال قضيه الصفحات اللي موجوده على الفيسبوك صح؟ اذا انت تريد عذرا تشتري عوفا ناخذ قميص، اذا انت تريد تشتري قميص وكتبت قميص بالفيسبوك، كم صفحه راح تطلع موجوده؟ اوكي منافسه قويه مو منافسه قويه بس هو ما حد حياكل من رزق احد. فاهمك كنت متفقين، بس القصد انه يحتاج له جهد اكثر، مو بهذه السهوله اللي انتم تحكون عليها، يحتاج له تفكير وتخطيط، وحتى الترويج لجسمه يحتاج له فلوس. احسن ما يبقى قاعد. وبالتالي ما حد قال لك غلط. لا خليني اقول لك شغله، يوم بيجات البنات خاصه بيجات البنات خاصه، تدري الدعم اللي دي اشوفه من قبل البنات، حتى انا من الاشخاص اللي ليش؟ وحده تقول لي انا حسابي في بدايته رسن انشر اللي هي، والله اكو حسابات بدت بدون ترويج وصعدت وصار حسابها عادي. تدري ليش؟ البنات يدعمون، اوكي خلينا نسوي لها لايك مو بس يدعمون، يشوفون في الشيء حلو، ليش ما اشتري منها؟ لا ليش ما اخذ؟ راح اعطيكم مثال الفرق بين الشباب والبنات. الشاب اذا فتح صفحه على الفيسبوك يبيع ملابس للشباب صح؟ بس ما قلت لك بلحظات، بس خليني اوصل فكرتي وبعدين فكرة. اوكي بس اعطوني مجال، بس اعطوني مجال، اعطوني مجال. لا انت اليوم اعطوني مجال، ما عجبنا رايك. تمام شو راح يبيع؟ راح يجي زعبور يقول له هاي القطعه ب 18، يجي مصطفى يقول له لا ب 15، اوكي بس اعطوني مجال، بس اعطوني مجال عشان دقيق الاعداد، اعطوني مجال. البنيه شلون تنجح؟ شلون تنجح؟ انا اقول لك البنيه تشتري رموش، تشتري عدسات، تشتري اي شادو، تشتري اي لاينر، تشتري كونتور، تشتري كونسيلر، تشتري فاونديشن، تشتري حمره، تشتري مسكارا، تشتري كحله، تشتري صبغ شعر، تشتري كرياتين، قول مكياج، تشتري سواد، شوفي تشتري يعني فرشة، تشتري ملابس، تشتري جواريب، زين عندها كل الشواية، جمع الاحذيه، تشتري اكسسوارات. تشوفين انه انت انا اذا البنيه فتحت اشياء خاصه بالشباب بالبنات عفوا، ممكن اذا تبيع من كل شيء قطعه هي راح تتوفر. اعطيك فكره مو للبنات اوكي. كثير من الاشخاص عندهم مات الهدايا، لا غلط، عندهم مات التخرج، المناسبات، مال مناسبات التزيين. تدرون هاي اللي احنا ممكن نبيعها، الوحده كانت تشي معش مال التخرج هيك عوده وحاطينها معش بالبدايه ب 5000، هي الوحده مو بربع، اقل الربع بمحلات بتركيا خاصه بتجهيز هاي المواد. صحيح. تروحين ب 500، حقول لك $500 بس، هال $500 شنو؟ على كل تجهيز وترجعيه لمناسبه ما معينه، هو موجود تحت $500 قلليها، ورقتين قاعد يندفع لك ورقتين وهي موجوده عندك ب $500 غراضك يعني تترجع. فبالتالي انت على كل مناسبه اشخاص يريدون هاي الامور يحبون التزيين. اذا انت عندك الفكره وتاخذين الاشياء المفيده والحلوه وبسعر يعني خيال، خيال ما موجوده
كل الوطن. هذا في اطار البيع والشراء. بيع والشراء اذا كان رجال او نساء. رجال او نساء همين اليوم الموضوع. تقدر تتعلم لها فت صنعه او فت شيء هي بنفسها تسويه، يعني مو الا تبيع وتشتري. يعني مو فت شيء. اكو هواي اشياء. انت شو ما عجبك؟ فاصل. أكيد رجعنا إياكم بعد هذا الفاصل القصير اللطيف الجميل، وننتقل إلى الأجمل، هي الموضة والجمال. هاي أول فقرة إحنا مرات ما نأخذها بالحلقات السابقة، كانت البوكس أوفيس، بس اليوم حبينا شوية نغير وما نحكي عن الفساتين والإطلالات، ونأخذ أول خبر ويانا والكل يحبها أكيد. مريم فارس تعود في 2019 في إطلالات جريئة متعودين عليها دائما. غابت مريم فارس عن عالم الفن والاضواء لفتره في عام 2018 بسبب مشاكل صحيه كانت تعاني منها. لتعود في عام 2019 بقوه من خلال اطلاق البوم جديد واحياء العديد من الحفلات والمناسبات الخاصه. وقد شاهدناها في عدد كبير من الاطلالات التي مثل العاده تميزت باسلوبها الاستعراضي الذي كان جريء احيانا وفخم في احيان اخرى. واختارت موديلات فساتين متنوعه، وكذلك رايناها كثيرا في الجمب سوت هذا العام. واعتمدت ايضا الوان حيويه وجريئه مثل الاحمر والاصفر والازرق النيلي. وقد كانت مريم فارس حريصه على التنويع في اطلالاتها هذا العام. ان كان من ناحيه اختيارها لموديلات الازياء. أو من خلال تنسيق المجوهرات أو لطيفة مريم فارس مو؟ لطيفة؟ سؤال شنو التعبير هذا البائس؟ لطيفة؟ بقمة الجمال والرقي. أعتبرها مريم فارس هي أيقونة الجمال بريئة، لأنه هي تميزت صراحة. أنا أحبها بشعرها الكيرلي، فضاف لها فد ميزة عندها كاركتر مختلف. الكاركتر المختلف أنه هي عندها دانسينج، الرقص مالتها الشعبي بأحياء الحفلات الخاصة أو العامة، يعني هذا اللي غلب الطابع المثير عندها عند الناس حتى تحب الحفلات. الرقص الشرقي والخليجي وهذا الستايل، مع انه هي لبنانيه خاصه الرقص العراقي كلش هي تاديه. صحيح عندها مقومات يعني تساعدها على الرقص. صحيح جد كاركتر بالضبط شعر دائما. دائما مريم فارس او بعض الفنانين لما يكون يادون في ادوار راقصه او فتشي اكيد هذا عندهم مجال الحفاظ على الجسم والقوام الرشيق وغيره، حتى يادون باكثر اطلاله جميلة. والله صح. صحيح. ونبقى في إطار الجمال والطرق الصحيحة لإزالة المكياج لتجنب جفاف البشرة. تسبب إزالة المكياج وتنظيف البشرة بطريقة خاطئة بجفاف البشرة وتقشرها وخشونتها، لذا لابد من تطبيق الطرق الصحيحة لإزالة المكياج لتفادي هذه المشكلة والحفاظ على نعومة الجلد وطراوته ونضارته بدون أي ضرر. لذا ابتعدي بداية عن المناديل المعطرة لإزالة المكياج لأنها تسبب جفاف البشرة بسبب احتوائها على مواد تتفاعل مع الجلد وتقشطه. اختاري مزيل المكياج المناسب لنوعية بشرتك، دهنية كانت أم جافة أو عادية، مع اختياره بنوعية جيدة ترتكز على المواد الطبيعية مثل الزيوت والألوفيرا والحليب. وأيضا ضعي القليل من مزيل المكياج على البشرة وليس القطنة، وابدأي بتوزيع المزيج بأصبعك على كامل البشرة مع التدليك الخفيف، ثم استخدمي الآن قطعة ومرريها على كامل الوجه لإزالة كمية المكياج مع المزيل معا. وبعد الانتهاء من خطوة مزيل المكياج اغسلي البشرة بواسطة الماء الفاتر والصابون المخصص لنوعية بشرتك،
دلكي الصابون بلطف حتى تتخلصي من بقايا المكياج كافة، تفادي كليا شطف الوجه بالماء الساخن لأنه يسبب جفاف البشرة. يمكن بهذا الموضوع انه عدم اهتمام كثير من البنات، خاصة لما يشوفون انهم حاطين ميك اب، ما راح يقول لك اسوي كل هاي الخطوات، يوه قد راد لي وقت. لا احنا دائما تشوفين بالسوشيال ميديا او الفيديوهات اللي تعلم البنات على الامور تختص بالميك اب، دائما يركزون على وضع المكياج وليس ازالة المكياج. يعني اليوم ما نشوف هواي اكو فيديوهات بازالة المكياج، الطرق الصحيحة والمناسبة لكل نوع بشرة وهذه الامور. تعرفين شنو احسن خطوة تسويها حتى جد حتى تزيلين المكياج من وجهك؟ اي انت ادرى. لا جد انه انت ما تخلي المكياج اصلا. ها؟ انه انت ما تخلي المكياج اصلا. صحيح. بعض البنات احيانا نحب نغير بالالوان. نقول بيها كثير من المشاكل. راح تقول لك انا احط كذا ماركه مكياج وكذا وكذا، هذا ما له دخل نهائيا. السبب انه انت بشرتك ما له دخل بالمكياج اللي انت تستخدميه، يعني هو بنسبه صحيح، لكن الاكثر مشكله عنايتك ببشرتك. احنا اليوم معرضين الى شمس حلقه، ده كان فصل الصيف. اليوم اكثر الاشخاص بالاغلبيه واسعه يغسلون وجههم مي حار. هذا اللي والله شنو ما اقدر، مي بارد مي بارد، اقعد الصبح اغسل وجهي مي بارد، لا مستحيل. لا وايضا سوزان وقت وضعنا للمكياج، يعني اليوم اني اذا ارجع للبيت مثلا ليش مو راسا مثلا انظف وجهي من المكياج؟ ليش ابقي ورا ساعتين ثلاثه يلا حجت انه عاجبني واريد استمتع فيه؟ اكو ينامون لانه يعجبهم. اكو بنات بعض اوكي نفس التسريحه تبقى اسبوع. تعرفين؟ انا ما اعرف انت ادرى. ليش تعرفين؟ كثير صحيح. اوكي نفس التسريحه تبقى يومين ثلاثه. احنا بدنا نحكي على المكياج مو على التسريحه، انت اليوم مو ويانا نهائيا. لا دا احكي بشكل عام. المكياج ما يبقى اسبوع. مو اسبوع يعني. ولا يوم يومين. ثاني يوم تجي نفس المكياج. يغرل نفس شنو؟ حنطت نفسها من نامت يعني؟ ما يصير حنطت نفسها؟ نفس الستايل. والله عادي هسه الولد مثلا مرات يسوي تسريحه بالليل. لا شلون الصبح عنده شغل اوكي شو يسوي؟ ينام مو واقف. لا خليه لا جديات البشره خاصه البشره ما تقدر تستمر عليها المكياج لساعات. نتراهن شلون اكو بنات يجن ثاني يوم بنفس الميك اب مال البارحه. ممكن قصده مكياج العين ممكن يبقى اكثر من اللي على السكن. لا شايله حمرتها لا كل شيء. شلون هذا موضوع كلش مهم. رموش لا هو اكو رموش اصلا دائميه يعني. لا مو دائميه تشيلها من تجي يعني تصحى عليها الصبح. اوكي هاي الفكره. اوكي النظافه مهمه حتى تقدر تحافظ على وجهك من المكياج ومن غير المكياج. طبعا عندنا سيد خصم الموضوع جد والله النظافه هي قضيه ما اكو كيف تزيل المكياج. انت كم السلبيه اللي انت بيها يعني كمية السلبيه واقعيه هاي امور. هذه واقعية مع بعض الأشخاص. واقعية موجودة موجودة. بس يعني ونشوفه ونعرفه. يعني شو يريد يبقى من عنده ثاني يوم يعني؟ مو أنا بدي أفكر هسه حاليا هسه أنا أسألكم سؤال. أكو مثبت مال مكياج لو ماكو؟ أكو. انتهى الموضوع. هذا ننتقل للخبر الآخر. مجرد ساعتين يثبت لك كم ساعة؟ كم ساعة؟ هاي ترجع ثابتة بالليل. ما يصير ماكو شيء. ماكو شيء اختراع. كل شيء أكو. ماكو شيء اختراع. كل شيء أكو بالدنيا كل شيء. سيف ماكو. دونت تاتش مي. اوكي اي ويل ريد ذيس وان. الوان مانيكير بدرجات النيود الداكنه للشتاء 2020. تبقى درجات النيود من ابرز الالوان العصريه الرائعه في عالم الجمال، وهذا يشمل الوان مانيكير الراقيه ايضا. وللحصول على اجمل اطلاله راقيه وعصريه في الوقت ذاته في شتاء 2020، خلينا نتعرف على هاي الالوان درجات النيود الداكنه. فإلى جانب هاي الألوان التي يشتهر بها فصل الشتاء بشكل عام مثل الماروني والأزرق الداكن والأسود والدرجات الداكنة الأخرى، انضمت ألوان مناكير النيود الداكنة لتكون من أبرز صيحات الجمال لهذا الموسم لإضافة لمسة عصرية مثالية لشتائك. اعتمدي هذه الدرجات وبالأخص إذا كنت من عشاق اللون النيود بدرجاته المتعددة، كونه من أبرز الألوان التي انتشرت في كل ناحية من عالم الجمال. بس أنا هسه حاليا شتاء فحاطين اللون الأحمر باعتبار احنا جو شتائي، بس ألوان النيود بدرجاته من أهم الأشياء الموجودة بكل غرفة بنين.
خصما للحج. لا هو بالنسبه للمانيكير الاحمر فلازم تجيب هديه يعني حبيبتك زوجتك، هذا اهم شيء بالعلبه البوكس درجه نيود راح تطير من الفرح. بالنسبه للمانيكير ذكرتي الاحمر، هو صيف وشتاء بموسم موضة ولا موضة يعني هو للبنات، وحتى يعني عشان مهما كان لون الملابس اللي انت لابسته صبغ الاظافر الاحمر او اللي يجي بدرجه الباردون اللي هو اغمق من الحمار العادي لون الغزال، هذا اي هذا نقدر نحطه بكل المواسم وبكل الصيحات الموضة. تفضل. لا بس لا لا تفضل انت اعرف. استفاد من والله انت اعرف استفاد من هاي نصائح حمل لكل شخص مقبل على ارتباط ما معين، فاكيد هاي الهدايا رح تجيب لها صب غلاف النود. اي بس المشكله احنا لما تروح لاسواق ما معينه النود يعني درجات البيج، البيج على وردي، البيج على سماوي، البيج على بنفسجي، هاي درجات النود، فتروح وتلقى كامل النود هنا وتشي سوي قال أبالو وخذي واحد مصطفى البعض خبر استهل أزمة يهود يريد وجبة نيود. عموما الموضوع كله أول وآخر بغض النظر عن الموضة والألوان وكل هذه الأشياء، يبقى الذوق هو الغالب. إذا كان عندك ذوق تقدر أنه أنت يعني أي لون تختاره يتناسب مع بشرتك، يتناسب مع ملابسك، يتناسب مع شكلك العام، اكيد راح يطلع حلو. اوكي؟ اما اذا انت كنت كل شيء متعرف فاكيد ما راح يصير شيء. صدق؟ يلا. هذا كان اخر خبر بحلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم حسن المتابعه، شكرا إلا، شكرا سوزان، شكرا لكل الثله المباركه. شكرا طاقتك السلبيه اليوم. محلك هذا، اكيد احنا ان شاء الله راح نلتقيكم يوم الاحد، جمعه وسبت عطلتنا يمه. لحد نشوفكم الساعة 5 بهاشتاك شباب. مع السلامة. باي باي.